احنا هنا ساكنه المخيمه ولدي. حنايا توفى واحد الولد هنا واقي صغير، عاد ردموا الحفره، كانوا يديروا الحفره هنا في باب الكومبينغ ياك، جات لومبيناس ما بقاش منين ندخل، عاد ردموها. كاينه واحد السيده اخرى مريضه بالكونسير ياك، حتى هي مسكينه كيخرجوها في لاشيز غولونت. دابا حنا كنطالبوا، كيقول لك السلطات اللي ساده. دابا حنا بغينا نعرفوا السلطات اللي سادين ولا هما اللي سادين. دابا هما كيديروا داك الحفره باش الطوموبيلات ما يدوزوش، ما بقاوش يدخلوا الطوموبيلات للكومبين ياك. من ملي كان الكونفينمون دوبي لو موا دو لو موا 8 الى يومنا هذا، تايقول لك راه باذن السلطات. ملي عيطنا دابا للقائد ما تيجاوبنا حتى شي واحد. دابا حنا هذا راه بغينا نعرفوا شي حل، يا اما الحفره غتحل بمره يا اما غتسد، ما عرفنا شنو نديرو. حنا راه عش كنعيشوا المعاناه، كنجيبوا التقوديه، كنجيبوا البيدوات الماء وداك الشيء، راه بزاف علينا، راه ما تليناش قدرنا عرفنا من نلتجؤوا. اللي بغينا شي واحد شي حل وسط باش نعرفوا شنو كاين. دايرين حفره باش ما يدخلوش الطوموبيل، منعونا من المواويت، قال كاين كورونا، ما كاين حتى شي كورونا، حتى شي حاله ما شفناها، ما والو، ما دخلت امبيلونس لا والو في هذا الكومبين. خرجونا كاع على اساس قال لك غنعقموا داك الشيء، ما عقموا ما والو. رجعنا يومين من موراها ما كاين لا كورونا حتى شي حاجه، بالعكس كانت كورونا ما يخليناش نخرجوا لديورنا، نمشيو لكازا، نمشيو فين كانت كنا شهر 8 الى يومنا هذا والحفره باقا. كيهددونا كيقول لك القيد انتم هذا كاين الكورونا، قلنا الا كاين كورونا دخلوا، كاين الحالات وريهم لينا. احنا كنطالبوا ترفع لنا هذا الشيء، قال لنا الظلمه ما عندنا لا ظلمه، ما عندنا لا ظلمه، والحفره تحيد والنظافه والنظافه وتحل الباب، حيت لينا تندخلوا مكرفسين. كيدخلوا السيارات، ما كتدخلش لومبيلونس، ما هو السيد داك نشرته كريز كاردياك، ما الطوموبيله وقفت في الباب، دخل غير الطبيب والدراري هز ليه قاعد الاكسجين وهز ليه الشكاره ديالو وداك الشيء. بنادم كيبغي الدواء ما كيلقاش، بنادم كيبغي الدواء ما تيلقاش. اي واحد السيد حتى هي مريضه مسكينه كيخرجها غير لاشيز غولونت، كيخرجوها من شهر 7 وكيخرج لاشيز غولونت. ها هو مات واحد السيد نيت اخر هنا، راه مشى مسكين مات، كيدير شيمي كيخرج كدير شيمي، كدير السيده الاخرى هي في الكونسير كدير مسكينه الاخرى دياليز. وحنا خصنا يرفعوا لنا هذا الحجر وهذا الشيء، حنا ما عندنا لا كورونا، وبقاو الساكنه نقيين مضريفين، ناس زوينين، عائلات محترمين. دابا بغينا الحفره تحل باش ما ندخلوا الطوموبيلات، لانه انا حنا الناس كاين هنا ساكن اللي معوقين، كيدخلوا غير بالعكاكز، كيدخلوا غير بلاشيز غولونت. الماء ما كاينش، كيقطعوا الناس الضو، كيقطعوه حشومه الكريل، ورام غرام ولا طالقين لهم كلشي كريل، وفيه الضو، فيه الماء وفيه كلشي. الا حنا علاش حنايا حقره هادي، واي مسؤول كتمشي لك ماشي انا الباشا، ما بقاش بغى يستقبل القائد، ما بقاش بغى يستقبل، فين نمشيو حنايا؟ عندنا وليداتنا وعندنا، فهمتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان هنا تجمعوا على واحد السيد كان توفى هنا في الكومبينغ، ولكن ملي توفى طفى على الارض المشكل ديال هذا الكومبينغ هذا من الجدر ديالو. ان هذا الكومبينغ هذا اون كونفينمون من مارس، ملي بدات ملي بدا الوباء. الله يشافينا ويشافيكم جميعا، الله يحفظنا ويحفظكم ويرفع علينا هذا الوباء. كانوا دايرين هنا حفره، هما كيقولوا بان القيد جا دارها على اساس بانه ما يبقاوش يدخلوا الطوموبيلات الكومبينغ، باش الكومبينغ ما يكونش بؤره وباء. الناس النوبه الاولى قبلوها، ولكن ملي تحيد الكونفينمون وبديت على الكونفينمون بقات الحفره، استغلوها بعض الناس اللي عندهم نيات اخرى الله اعلم في اتجاه هذا الكومبينغ، وخلاو الحفره مسدوده وخلاو الباب مغلوق. خلاو الباب الحفره مع خلاو الحفره عريانه محفوره وخلاو الباب مسدود. الا ان هذه راه ليرجونس الثانيه اللي جات فيها لومبيلانس. كان واحد السيد ساكن هنا كاردياك، وقعت ليه نفس الكا، وعاوتاني سدينا الحفره وعاوتاني حلوها الى اخره، حتى جات هذه الكنازه هذه عاوتاني. ملي جات هذه الكنازه السيد باش غادي يهزوا الكنازه، ام كما كتشوفوا راه لومبيلانس باقا لبرا. طلبوا عيطوا على السيد القاضي القيد باش تشد الحفره، وملي ما كانتش الاستجابه الفوريه بعد الاخوان خذوا المبادره وسدوا الحفره على اساس باش يكون العزاء بعد على الاقل احتراما للميت وكرامه له. حنا كنقولوا بان عده مشاكل طرحت، لان من اولهم بعدا ولا هذا الوباء خلق واحد الحاله نفسيه لجميع يعلموها، وبان هاد الناس تحقروا في هذا الكومبينغ هذا وتدارت عليهم هذه الحفره وبقات محفوره الى يومنا هذا، انه نوع من مأساة جديده ومأساة اخرى بالنسبه للساكنه ديال الكومبينغ. اليوم كنطالبوا بجميع ذوي النيات الحسنه من السلطه ومن الناس المسؤولين باش يوقفوا مع هذه الساكنه اللي تم عليها اقصاء كبير
ماشي صغير، هما وليداتهم كما كتلاحظوا وليدات صغار والناس ساكنين، لان هذا مخيم دولي محلول السكنه السنوي كامل وليس مخيم صيفي اللي بان نقولوا بانه موسمي. ومن هذا المنبر هذا كنطالبوا بالدائب النويات الحسنه يدخلوا في هذا المشكل ويحلوه قبل ما تحدث كوارث اخرى.